تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبك اعمل لايك. عاجل، اتحاد الكورة يقرر إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه لسلوكه الغير رياضي في مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري. كما علق النجم أحمد حسام ميدو على هذا الخبر: طالما أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وكتب في تقريره أنه تم التعدي عليه، إذن فهو تعرض لضغوط وهذا لوائح هشة من خبراء التفاصيل حتى تكون هناك عقوبات على الكيف لتكون الشناوي يستحق الإيقاف 4 مباريات والغرامة الموقعة عليه. كما قال عدل القيعي أننا نقبل العقوبة، لكن اللوائح تطبق بشكل صارم على الأهلي فقط، وهذا ما قاله عدل القيعي مدير التسويقات في النادي الأهلي. كما علقت إدارة النادي الأهلي على قناة النادي الأهلي للجنة الثلاثية: ماذا تريدون من النادي الأهلي؟ واسألوا الحكم عن سبب عدم طرد الشناوي. قالت إدارة النادي الأهلي أن ناديه يطبق عليه العدالة بصرامة وسرعة دون غيره، مشددا على أن ما حدث اختلال في التعامل بين الأندية. وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في مباراة شهدت إلغاء هدفا للنادي الأحمر، واعترضت إدارة النادي الذي أدت إلى إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 4 مباريات. بعد أن قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات، إليكم المباريات التي سيغيب عنها محمد الشناوي، وهي مباراة المقاولين العرب في الدوري المصري وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش. حلو قوي، اتحاد الكرة دلوقتي طلع قرار رسمي إن الشناوي تم إيقافه لمدة 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه. اترك تعليقا على هذا الموضوع: هل يستحق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه بعد تعديه على حكم المباراة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بحر المنوعات.